Good afternoon, boys and girls. Today we are going to complete our lesson, Extinction, Unit 3, Lesson 2. تعالوا نعرف مع بعض يعني إيه Extinction. Extinction يعني dying out all member of one species. يعني إيه؟ يعني إحنا عارفين إن زمان in old time كان في حاجة اسمها الديناصور. الديناصور حاليا مش موجود. مش موجود ليه؟ علشان حصل له extinction، كلهم انقرضوا. انقرضوا يعني ايه؟ يعني كلهم حصل لهم dying out. ال dying out ده ال definition بتاعي. dying out all members of species of living organism. او ممكن اقول definition غيره continuous decrease without compensation in the number of species of living organisms till all members dies out. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا عمال يحصل decrease النمبر بتاعي. لو انا عندي 100 dinosaur عمال يحصل فيهم decrease. النهارده حصل dying ل 2 فبقوا 908، حصل dying ل 10 بقوا 90، بقوا 60، بقوا 50، لحد ما كلهم حصل لهم dying out. يبقى انا بعمل decrease للنمبر بتاعهم without compensation، يعني ما بلاقيش افراد جديدة حصل لها reproduce، فبالتالي بيبدأ كلهم يختفوا من على الارث بلانت. واول ما اخر واحد يختفي وما بقاش فيه ديناصور خالص، يبقى الديناصور كده حصل لهم extinction. الاكستنكشن ده بقى ليه اسبابه. نبدأ في الاولد ايجز. في الاولد ايجز احنا بنسميه ماكرو اكستنكشن. حصل نتيجة ايه او ليه كان بيحصل اكستنكشن لبعض الليفينج اورجانيزم؟ قال لي اول حاجة عندي الميتيور امباكت ويذ ايرث. طبعا احنا عارفين ان الايرث بلانيت بيكون حواليه في السبيس روكي ماسز، صخور. الروكي ماسز دي لما تبدأ تدخل جوه الأرث بلانت بتعمل زي بول من الفليم، كورة كده مليانة فليم، مليانة نار دخلت على الأرث بلانت. لما بتنزل الميتيورايت اللي هي الكورة اللي عاملة زي كورة من النار، لما الميتيورايت دي بتنزل على الأرث بلانت تبدأ تقضي على بعض الليفينج أورجانيزم. مثلا لما تنزل على ديناصور خلاص هي كده عملت له داينج اوت. طيب لما تنزل الميتيورايت على فورست هتعمل فيها فاير. الفاير دي هتقضي على كل الليفينج أورجانيزمز اللي موجودين حواليها. يبقى احنا عمالين نعمل ديكريز في النمبر اوف سبيشيز وما بيحصلش كومبنسيشن في العدد بتاعهم، عمال اعمل داينج اوت للليفينج اورجانيزم. طيب نمبر 2 عندي في reasons of extinction اللي بيحصل عندي extinction ال violent earth movement. الارث اول ما تكونت كانت الحركة بتاعتها بنقول ان هي حركة عنيفة، بدليل ان احنا كنا نعرف او درسنا قبل كده ان زمان في الاولد ايجز كان في عندي فولكينو بنسبة كبيرة بيكون اكتف، كان في عندي earthquakes كتيرة جدا وبتكون قوتها جديدة. فكل الكلام ده او الـ violent earth movement دي كانت بتسبب لي dying out لبعض الـ members، وده كان بيسبب لي extinction ليهم. طيب number 3 عندي the onset of a long glacial age. فاكرين فيلم ice age برضو؟ ده معناه ان حصل عندنا عصر جليدي، فترة طويلة كان الجليد هو اللي موجود في المكان، فبالتالي بعض الليفينج اورجانيزم ما قدروش يستحملوا الديكريز ان تمبريتشر فبدا يحصل لهم داينج اوت. نمبر 4 ايمجن اوف بويزنس جازز فروم فولكينو. لسه كنا بنقول ان ان اولد ايجز كانت الفولكينوز كتير وكانت اكتيف فولكينو. الاكتيف فولكينو بتخرج من الانسايد اوف ذا ايرث من جوه الايرث جازز. الجازز دي بتكون poisonous، تكون سامة، فبالتالي لما تبدأ الليفينج اورجانيزم اللي عايشة حوالين الأماكن اللي فيها البولكينو
يبدأ يحصل لها poisonous تتسمم، فيحصل لها dying out، فيحصل عندها extinction للسبيشيز دي. طب يا ترى الحاجات دي موجودة دلوقتي؟ لسه نبقى قاعدين نلاقي ميتيورايت او نلاقي الفولكينو مطلع لنا poisonous gas؟ لا، الحاجات دي دلوقتي تعتبر مش موجودة الا بكميات بسيطة جدا و almost مش موجودة، almost vanished. طيب ايه اللي يخليني يحصل عندي في الوقت الحالي in recent ages يحصل عندي extinction؟ قال لي لا، حاجات جديدة بقى او اسباب جديدة. طيب ايه هي الريزونز الجديدة؟ نمبر 1، destroying natural habitat. بنلاقي رجال الاعمال عندهم في مكان او فورست عايزين يحولوها لفندق، يشيلوا كل التريز اللي موجودة فيها ويدمروا الناتشرال هابيتات للليفنج اورجانيزمز اللي عايشين فيها. بما انهم دمروا الموطن او المكان اللي عايشة فيه الليفنج اورجانيزمز دي، هتبدأ يحصل لها ايه؟ زي ما بنقول كده هتبدأ تتشرد بقى، تترمي في الشارع، مش لاقي مكان تقعد فيه، فبالتالي ده يحصل لها dying out ويحصل لهم extinction. طيب number 2، over hunting. ال over hunting معناها ان يجي الصيادين يروحوا احنا عايزين نصطاد النهاردة الدودو بيرد، ما يفرقش معاهم بقى يصطادوا واحدة، 10، 20، 100، المهم ان هم يكسبوا. فالاوفر هانتنج بيبدا بيعملوا ديكريز في النمبر اوف ليفنج اورجانيزم، وطبعا مفيش وقت ان هم يعوضوا الديكريز ده، فعمالين يعملوا داينج اوت داينج اوت داينج اوت لحد ما يحصل الاكستنكشن لكل السبيشيز بتاعتهم. نمبر 3، الانفايرمنتال بوليوشن. طبعا ما دام في بوليوشن كل الليفنج اورجانيزم هتتاثر بيه، هيحصل لها داينج اوت. نمبر 5، نمبر 4 سوري، كلايماتيك تشينجز، زي الدروت، الجفاف، منطقه ما يبقاش فيها ووتر، زي الدرون في الكوستال اريا، الغرق، الدرون في الكوستال اريا. فبالتالي كل ده بيقضي على الليفنج اورجانيزمز كانت عايشه، فبتعمل لي اكستنكشن ليها. نمبر 5، ناتشرال ديزاستر، زي الهاريكانز مثلا. الهاريكانز هتقضي على اماكن معينه، فبالتالي هتقضي على الليفنج اورجانيزمز اللي عايشه فيها، فتحصل لها اكستنكشن. تعالوا بقى نعرف دلوقتي الاكستنكت سبيشيز. الاكستنكت سبيشيز عندي ان اول ذا تايم وعندي ان ريسنت تايم. ان اول ذا تايم اول حاجه حصل لها اكستنكشن، او مش اول حاجه يعني الاثنين حصل لهم اكستنكشن، الديناصور والماموس. طيب وان ريسنت تايم في الوقت الحالي مين اللي بيحصل له اكستنكشن؟ قال لي بيرد اسمه دودو بيرد. دودو بيرد ده نون فلاينج بيرد. نون فلاينج بيرد ليه؟ لان الوينجز بتاعته عندها سايز صغير او سمول سايز، ريديوسد سايز اوف وينجز، فبالتالي هي مش بتعرف تعمل فلاينج، فبالتالي لما يجوا الهانترز يصطادوها مش بتقدر تهرب منهم، فأعدادها بتقل لحد ما يحصل الاكستنكشن. نمبر 2، in recent time حاجة اسمها كواجا، والكواجا ده مامل، حاجة كده ميكس شبه الهورس وشبه الزبرة، هو midway between horse and zebra. اوكي طيب دلوقتي عايزين نتكلم على ال endangered species. endangered species معناها ان ال species دي قابلة للانقراض او احتمال قريب ان يحصل لها extinction لكل ال species بتاعتها، يعني متبقي منها اعداد صغيرة، والاعداد دي لو حصل لها dying out هتدخل من ضمن ال extinct species. زي مين بقى؟ زي الباندا بير، وزي الرينوسيرس، زي حاجة اسمها بولد ايجل، وزي الايبس بيرد، والبابيروس بلانت. بابيروس بلانت ده احنا كلنا عارفينه، اللي هو البلانت بتاع الفراعنة، ورق البردي اللي بيعملوا منه ورق البردي. طيب دلوقتي عايزين نتكلم عن حاجة جديدة، الافكت اوف اكستنكشن اون ايكولوجيكال ايكيليبريم. هل يا ترى الاكستنكشن ده هيأثر معانا في الايكيليبريم بتاعنا؟ قال لي
طبيعي. بس قبل ما نتكلم عن كده عايزين نعرف يعني ايه ايكو سيستم. ايكو سيستم ده اي مكان عنده حاجتين: any area contains living and non-living things. زي بالظبط السكول بتاعتنا، السكول بتاعتنا فيها الديسكس، الديسك ده non-living thing، وفي نفس الوقت فيها احنا التيتشرز او انتو الستودنتس. وجودنا احنا كليفينج اورجانيزم مع التشيرز اللي هما نون ليفينج ثينجز في مكان واحد تعمل لي ايكو سيستم. يبقى الايكو سيستم هي اريا فيها ليفينج ونون ليفينج اورجانيزمز. زي ايه؟ زي الفورست، زي الديزرت، زي السي. طيب نتكلم كمان عن حاجه اسمها فود تشين. ايه هي الفود تشين؟ طبعا احنا فاكرين ان احنا كنا بنقول ان المين سورس of food in our life هو الجرين بلاند. الجرين بلاند بيعمل فوتوسينثيس بروسيس ويطلع الفود بتاعه. بعد كده يجي حاجة زي الفروج او حاجة زي الرابت يعمل فيدنج على الجرين بلاند. الجرين بلاند ده اسمه بروديوسر، الرابت اسمه كونسيومر، وبعد كده يجي حد يعمل فيدنج على الرابت زي مثلا السنيك. السنيك هو كمان في الحالة دي اسمه كونسيومر، بس اسمه سكند كونسيومر. يبقى هي حاجة عاملة زي ترتيب، القوي بيتغذى او بيعمل فيدنج على الضعيف. اضعف واحد الاساسي اللي بيعمل الفود بتاعه بنفسه هو البروديوسر، وده حاجة واحدة بس اي جرين بلاند. تمام. بعد كده يجي الفيرست كونسيومر يعمل فيدنج على البروديوسر، ويجي السكند كونسيومر يعمل فيدنج على الفيرست كونسيومر، لحد ما نوصل في النهاية للديكومبوزرز اللي تبدأ تعمل ديكومبوزيشن للبودي. اوكي يا شباب، يعني معنى كده ان الانرجي عماله تنتقل من البروديوسر للفيرست كونسيومر للسكند للثيرد للفورث للتنث كونسيومر. فبالتالي الباث اوف انرجي، يعني الانتقال اللي بيحصل في الانرجي ده، انا هسميه فود تشين. يبقى الفود تشين هي الباث اوف انرجي اللي بتبدا تنتقل ذات ترانسميت فروم ليفينج اورجانيزم تو انذر وان في الايكو سيستم بتاعنا. طيب لو انا قدرت اربط اكتر من فود تشين مع بعض زي شبكة الانترنت، فيرست كونسيومر هيعمل فيدنج على السكند، ويجي واحد تاني يعمل فيدنج وهكذا، انا هسمي الجروب دي على بعضها فود ويب. يبقى الجروب اوف فود تشين اللي بيكونوا معمولين كونكتد توجذر بسميها فود ويب، ودي عاملة زي شبكة الانترنت. اوكي، تعالوا بعد كده نتكلم عن الـ types of ecosystem. الـ ecosystems عندي نوعين: simple ecosystem و complicated ecosystem. الـ simple ecosystem بيكون عنده few number of members. تمام؟ يعني الـ species اللي عايشة في الـ simple ecosystem بيكون عددها قليل. يعني for example ممكن نقول ان الـ ecosystem ده فيه مثلا rat، في cat، في lizard، في dogs، بس مش اكتر من كده. الـ few number of members اللي عايشة في مكان واحد بتخليه الـ ecosystem ده simple ecosystem. طيب لما اجي اقول لك طب يا ترى لو كل الراتس حصل لهم اكستينكشن، طب الكاتس هتعمل فيدنج على ايه؟ مش هتعرف، مش هتلاقي حاجه تعمل عليها فيدنج. فبالتالي الايكو سيستم هيتاثر باختفاء الرات. يعني معنى كده ان السامبل ايكو سيستم علشان هو عنده اعداد قليله من الممبرز، فاختفاء اي واحد فيهم بيأثر على باقي الممبرز. لو كل الراتس اختفت، الكاتس مش هتلاقي
بديل تعمل عليه feeding، فبالتالي هي كمان هيحصل لها dying out، يبقى هي كمان يحصل لها extinction. يبقى اي simple ecosystem ال extinction لأي نوع منه بيأثر على باقي الممبرز. اوكي، ليه؟ علشان هم ما عندهمش بديل للفود بتاعهم، يبقى due to rarity of alternatives، ما فيش بدائل that compensate this absence، مش هيلاقوا بديل يتغذوا عليه. عايزين example على السامبل ايكوسيستم الديزرت. طيب تعالوا نتكلم عن الكومبليكيتد ايكوسيستم. كومبليكيتد ايكوسيستم زي التروبيكال فورست دي بقى عندها a lot of members، عندها كات رات، عندها سنيك، عندها هوك، عندها لاين، عندها دير، عندها كاو. الممبرز هنا مدام بقت كتير، فلو واحد منهم حصل له اكستينكشن المتبقي مش هيتأثر بيها عادي. كان عندنا رات ومات في داهية، مش مهم، مش لازم، مش عايزينه، عندي بديل، هروح اكل الفروج، يبقى انا عندي بديل للفود بتاعي، فبالتالي مش هتأثر لو انت اختفيت. زي بالظبط لو ماما عامله لنا اكله كبيره شويه، عامله لنا مكرونه بشاميل وعامله لنا جلاش، انا مش هاكل المكرونه يا امي، يبقى خلاص ماشي مفيش مشكله، انا هاكل الجلاش. تمام، فهم كمان بيعملوا كده. طيب زي مين بقى الكومبليكيتد ايكوسيستم؟ زي التروبيكال فورست. طيب هنتكلم دلوقتي عن الways to protect living organisms from extinction. اول حاجة عندنا علشان نحافظ على living organism ان ما يحصلش عندها extinction، number one increasing the awareness of people، يعني زي ما احنا عارفين كده نعمل حملات توعية، نوعي الناس بأهمية الليفينج أورجانيزم وإن إحنا المفروض نحافظ عليها عشان ما يحصل لهاش إكستينكشن. نمبر 2 put rules for hunting، يعني مش أي حد، مش أي هانتر، مش أي صياد عايز يروح يصطاد كده يبقى براحته ويصطاد ويخلص كل السبيشيز علشان هو يكسب، طبعا فده غلط ما ينفعش. يبقى إحنا الدولة نفسها هتعمل rules أو هتعمل قوانين تمنع الهانتنج خصوصا للإندانجرد سبيشيز. طيب نمبر 3 rearing and reproducing endangered species and sending them back to their native habitats، يعني احنا لسه سامعين من كام يوم عن الزرافة اللي جت من الهابيتات بتاعها او المكان بتاعها، الموطن بتاعها، جت هنا عندنا في القاهرة وبمجرد ما وصلت حصل لها dying out. ليه؟ يمكن هي مش متحملة الظروف بتاع المكان اللي هي انتقلت ليه، فبالتالي كل living organism بيكون محتاج الهابيتات بتاعه او الموطن بتاعه، المكان بتاعه، ما بيحبش يروح بيت غير بيته، لو راح بيت غير بيته بيحصل له dying out. فاحنا المفروض ان اي living organism معرض للإكستينكشن نبعته على طول للبيت بتاعه، يبقى نبعته للنيتيف هابيتات بتاعه. اوكي، نمبر 4 making gene banks for endangered species. الجين بانك ده طريقه من طريقه الريبرودكشن، المفروض ان هم بياخدوا الجينز يحتفظوا بيها عندهم في جين بانك، يحافظوا عليها سليمه لحد ما يقدروا يعملوا ريبروديوسنج لفرد جديد من نفس النوع. نمبر 5 making natural protectorate. طب تعالوا نتكلم عن البروتكتوريت شويه. البروتكتوريت دي اللي هي ايه؟ اللي هي المحميه، المحميه الطبيعيه. ايه هي الناتشرال بروتكتوريت؟ هو سيف اريا، مكان سيف مفيش فيه هانترز، مفيش فيه انيمالز تكون مفترسه تتغذى على بعضها، فبالتالي احنا بنبدا نعمل فيها بروتكت للاندنجرد سبيشيز. تمام، يبقى اي سبيشيز احنا عارفين انه ممكن يحصل فيها اكستينكشن نبدا ناخد الافراد المتبقيه منها ونحطها جوه البروتكتوريت علشان نحافظ عليها محدش يقدر يقضي عليها. اوكي، طب احنا عايزين نعرف الامبورتنت بروتكتوريتس في الورلد
كله. اول حاجه عندي البلو ستون بروتكتوريت. البلو ستون بروتكتوريت دي موجوده في اليو اس اي، وهم عاملينها علشان يحافظوا فيها على الجراي بي. بعد كده عندي الباندا بروتكتوريت. الباندا بروتكتوريت دي موجوده في النورث ايسترن تشاينا، ودي بيحافظوا فيها على الباندا بير. طب تعالوا نتكلم بقى عن الفيرست بروتكتوريت ان ايجيبت، ودي كانت 1983. اسمها ايه؟ اسمها راس محمد بروتكتوريت، ودي بنحافظ فيها على الكورال ريفز اند كالرد فيش. تمام. عندي كمان بروتكتوريت موجودة وكلنا عارفينها في وادي حيتان. وادي حيتان ده جزء من وادي الريان اللي موجود في الفيوم، وبنحتفظ بيه في بالكمبليت ويلز سكيلتون فوسيلز، يعني الفوسيلز اللي هي اوريدي بقالها 40 مليون ييرز اجو، واحنا محتفظين فيها. محتفظين بيها فين؟ في وادي حيتان بروتكتوريت. كده يا شباب، يبقى احنا خلصنا مع بعض الترم كله، الليسونز كلها. نتقابل مع بعض ان شاء الله in the second term، و good luck، بالتوفيق يا شباب، وربنا معاكم ان شاء الله.